ايش تعملين يا بنتي؟ اشتري طلق. تشتري ايش؟ اشتري طلق. تشتري محلاش. تزوجت ابنتي. ابنتي الحرة. الحرة. العفيفة. العفيفة. نجود. نجود. قلت اليوم بنت المحكمة تشتري الطلاق. المشكلة أنا مش عارف ايش أعمل لها. ما فيش قانون في البلاد يمنع الزواج المبكر. وانا عند كلمتي ويعدكم في بيت كامل عزيز المكان. الله يبارك فيك. بخاطرك يا عم. الله يفتح. في بنات كثير تزوجوهم صغيرات، بس ولا واحده منهم اجت تطلب الطلاق في المحكمه. بس موضوعك صعب وملفك شائك، ما بقدرش اضمن لك انك تنجحي بالقضيه. هي قومي قومي دغري. او تولعت عندك. هذا البنت ما رب واهلها جاي تسمع بينها بقريتنا. ما قدرت تبعديني، ايش تبيت عندي؟ بس هذا زوجك ولا حق في شيء حبيبي. ايوه رقت معاه مرتي فيها شيء. يعني اعترفت انك دخلت عليها وهي قاصر؟ انا تزوجتها بموافقه ابوها. قولوا لي ما هي الجريمه اللي فعلتوها؟ اسكت قولوا لي ما هي الجريمه.